الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم الانبياء. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام اخر: والموفون بعهدهم اذا عاهدوا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: عائشة المنافق ثلاث: اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. بارك الله لنا ولكم في القران العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.